احكي لك، هو من صغره هيك بحب يلعب في الاشياء اللي زي هيك، الاسلاك، الكهرباء، بحب يصلح الاشياء الخربانه. طب ايش سوى وانتم بخيمه النزوح هذه؟ فيش عندك كهرب كان صح؟ احكي لي صحيح كيف كنتوا قبل وكيف الان سبتوا بعد الاختراع اللي سواه؟ قعدنا 20 يوم في المخيم، بعد 20 يوم اجته فكرة انه لما لقي فيش كهرباء وفي عتمة وكان يقطع مسافة انه يشحن الجوال للإضاءة، كان يروح عند على البحر في مسجد هناك، فكان يتعب لما يرجع لي يطلع من الصبح يرجع المغرب، واحنا نعاني لما نصحى لما نقوم في الليل، ولد اخو توأم ابوه زلمة كبير. طب انت عارف كنا ندوس بعض واحنا ماشيين بالليل، لو واحد بده يروح حمام يمشي. فسبحان الله، الله الهمه الفكرة هاي انه طلع على السوق وجاب من المخراز مراوح وركب وجرب مروحة، ما كانتش الإضاءة ما جاتش يعني كافية، فلما جاب المروحة الثانية سبحان الله وطور مشروعه فنجحت مع الفكرة، هذا من فضل ربي وأضاء لنا الخيمة. وعن جد أنا كنت مبسوطة، أنت عارف لما الإنسان يكون في ظلامه ويطلع على نور ولو لو شوي شيء بسيط بحس بتفاؤل طبعا. وعن جد نورنا الخيمة والحمد لله أنه طلع بفايدة، ما راح اشتعبوا هباء منثورة. الحمد لله يا حجي، يعني أمورك الآن أفضل بعد الإضاءة بعد هذا الاختراع البسيط من... والله أقول لك أفضل شوي، ولكن ما زلنا بنواجه صعوبات، مش أنا بس اللي بواجه، كل النازحين، من برد، من سقعة، من سوء تغذية. يعني في أطفال هنا في عندهم كمان نقص مناعة، بعانوا على المستشفيات، الأطفال عندنا الصغار فيش يوم فيش أسبوع إلا بنتقلوا على المستشفيات من الجو والصعوبات اللي بواجهوها. هذا بتضعف وبقوى ها؟ نظمت انت؟ هيك يعني بشتغل الدار. هو هيك في الشارع لقى هذا المراوح اللي فوق، لقى واحدة اشتراك على ما اعتقد بشكل او شيء، ما قاعد يباكلش في اول واحدة، فاعطت ايش؟ اعطت طاقة كهربائية. لقاها بتوفيش، انا رغم انه والله بقيت اكتل عليه، انا ما بحبش يخاطر على حاله في يطلع على السنك هذا ويخاطر على حاله. بعدها بكم يوم انه كمان رايح جاي كمان واحده، صاروا تنتين، اكتشفت انه هذول التنتين مع قوه الريح بضوا لنا ايش الخيمه اللي احنا فيها. فانا هالوقت اقول لك مش عشان الصحافه ولا عشان انا، صرت اني احس انه الولد يعني طموحاته اكثر من هيك يعني، بس لقله الماده اللي عنده هو، لو في عندنا كان جهاز اللي يخزن كانت افضل، ما فيش جهاز عنده. اول حاجه الوضع المادي صعب واحنا في حرب، صليت على النبي، وهي اللي صار.